ولا أخشى لأنني أعلم إن الأمر كله بيد الله. الأمر كله بيد الله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. لا شريك له. هم ماشي قدامك ولا حدش عطل القضاء. وانا دخلت تعانقت مع سيادة العميد وقبلته وقلت اجهزة الاعلام تعالوا شوفوا انني بحط ايدي في ايدي رجل الشرطة. طب كان في وانا بحط ايدي في ايدي كل واحد يدعو للشرعية. انا مش مخرب. انا راجع بدعو الى الصلاة. انا جاي اعبر عن شعوري بادب وباحترام لان احنا اهل ادب وتعلمنا من اهلنا الادب وتعلمنا الاخلاق العاليه وتعلمنا ان احنا نوقر كبرنا. انا راجل قبل ما عمري 82 سنه لا اتكلم بنفاق، لا اجمل قولي بنفاق، ولا ادعي لاحد بافتراء، لانني سني في السن ده لا يتحمل النفاق، لاني اضع احدى قدمي على باب القبر. اعلام سوزان مبارك وجمال وعلاء مبارك وحسن مبارك اعلام مين؟ فين الاعلام اللي عندنا؟ وانا ببلغ لرجال الاعلام ورجال القضاء اللي هم اللي افسدوا الحياه السياسيه في بعض من القضاء سادتنا وعلمائنا وناس محترمين وبعضهم افسد الحياه السياسيه. اقول لهم لهم جميعا لو تحولتم جميعا الى كناسين لتسير التراب على السماء لا تظل السماء هي السماء بيضاء اللون صاعت المحي. والسماء هنا هو الدكتور محمد مرسي. وأقول لهم جميعا كلمة أخيرة يا أيتها الكلاب النابحة والذئاب العاوية والحيات اللادغة والثعالب الماكرة لا تتغروا بقوتكم فإن القوة بيد الله. وأقول لهم جميعا والله الذي رفع السماء بالعمل لا يضر السحاب نبح الكلاب. أوجه هذه الرسالة إلى الدكتور مرسي وأبعث له هدية من كتاب المولى عز وجل أيتين في آخر سورة النحل. أبعثهم هدية للدكتور محمد مرسي أقول له اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأقول للدكتور موسى كلمة أخيرة لأننا استخدمنا الله فيه. أقول يا دكتور موسى سير على بركة الله واحكم بكلمة الله فإن كنت أنت أعلان منصبا في الدولة فأنت أكسرنا مساءلة أمام الله يوم القيامة. فاتق الله في رعيتك.